بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافي على السواحل الشمالية، وحر على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون مائل البرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر دلوقتي عن الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. وحضرتك طيبة، طمنينا بقى عن حالة الجو النهاردة، وممكن نتعرض بقى لتغيرات جوية لحد فين؟ هو طبعا الحمد لله من النهاردة هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، هيكون كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار، مع بداية ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ارتفاع ده بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن الأيام الماضية، ومتوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون خلال فترة النهار، تحديدا في فترة الظهيرة 28 درجة مئوية، فده هيخلينا نحس بالاستقرار والأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء نقدر نوصفها دافية كمان في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. أجواء حرة على المحافظات الموجودة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، وأغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا الكتل الهوائية الصحراوية، فده اللي بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة. لكن العكس تماما هيحصل فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هنلاقي الأجواء مائلة للبرودة فترات الليل، وخاصة ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، خاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة. فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز العشر درجات، فلازم ناخد بالنا، بلاش ننخدع بالدفء فترة النهار بشكل كبير لأن فترات الليل فيها برودة. كمان اليوم خلال فترة الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصفحات المائية، كانت كثيفة في بعض الأماكن ويعني أثرت على الرؤية الأفقية بشكل كبير، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا ساعة كمان الشبورة المائية تتلاشى تماما من على أغلب الطرق والرؤية الأفقية تتحسن بشكل كبير. الاستقرار في الأحوال الجوية ده مكمل معانا كمان لحد منتصف الأسبوع اللي جاي، يعني لحد منتصف الأسبوع اللي جاي هنستمر في قيم درجات حرارة ما بين 28 ل 30 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، فالطقس هيفضل فيه ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة فترة النهار، هيكون استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير. الشبورة المائية خلال الأيام اللي جاية لازم ناخد بالنا منها، لأن الشبورة المائية الأيام اللي جاية كمان كثافتها هتزيد، فهتأثر على الرؤية الأفقية على طرق فترة الصباح الباكر. وكمان خلال الأيام اللي جاية هيكون في نشاط نسبي للرياح فترات المساء وساعات الليل في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، يساعد إن احنا نحس بالبرودة ويساعد إن احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. طب الرياح دي مثيرة للرمال والأتربة؟ لا الحمد لله غير محملة بأي أتربة ورمال مثارة، هي فقط بس هي اللي هتحسسنا بتلطيف الأجواء وانخفاض قيم درجات الحرارة في فترات الليل وساعات المساء. عشان كده احنا مهم جدا بننصح كل السادة المواطنين الفترة دي بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل، خلينا في الملابس الخريفية خاصة لو بنخرج فترة الليل أو فترات الصباح الباكر. ومهم كمان مع وجود الشبورة المائية ناخد بالنا قيادة تكون بالزقتام، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، وطبعا نتابع كافة تعليمات المرور، وطبعا احنا في الربيع فمهم جدا المتابعة اليومية والمستمرة للنشرات الجوية حتى لو في استفراغ الأحوال الجوية. طيب طمنينا عن حركة الملاحة البحرية ورطوبة نسبتها قد إيه النهاردة؟ طبعا الأول حركة الملاحة البحرية هو اليوم تحديدا في اعتدال في سرعات رياح في معظم محافظات الجمهورية وأيضا على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فبالتالي ارتفاعات الأمواج معتدلة تماما، البحرين مؤهلين تماما بكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، البحر المتوسط ارتفاع أمواج ما بين 1 إلى 1.5 متر، فبالتالي مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وكمان أعمال التنزه، أيضا البحر الأحمر معتدل تماما ارتفاع أمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر. بالنسبة للرطوبة، نسب الرطوبة دايما في فصل الربيع ما بتكونش عالية بالشكل الكبير فترة النهار أو حتى كمان فترات الليل، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا معظمها صحراوي، فانخفاض نسب الرطوبة ده اللي ما بيخليناش نحس بالارتفاعات في قيم درجات الحرارة زي فصل الصيف.
بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 28-16، اسكندرية 23-16 والعلمين الجديدة 23-15، مطروح 22-15 ودمياط 23-16، بورسعيد 23-16 والإسماعيلية 28-15. نروح لإسويس العظمى فيها 28 والصغرى 16، العريش 24-16، كاترين 19-10، وطابة 24-16، حلايب 27-23، وشلاتين 30-21، شرم الشيخ 30-20، والغردقة 29-19. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 15، بني سويف 28-15، الوادي الجديد 30-16، وأسيوط 29-15، سوهاج 30-17، وقنا 30-18، الأقصر 31-18، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 19. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لباسانت ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميال.